من ناحية أخرى، أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب أنه لا تهاون في ملف التعدي على نهر النيل، وأنه سيتم الاستمرار في إزالة أي تعديات عليه تأكيدا على حماية النيل. هذا وقد وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل على أن يعرض على مجلس الدولة، وينص مشروع القانون على استثناء أقطان الإكثار من التداول، وأن يعهد لوزارة الزراعة بتحديدها وتداولها، وذلك لحماية تعرض أقطان الإكثار للخلط بما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصري.